تلاميذ سنة الثالثة ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الثاني في مادة التربية الإسلامية، النموذج الثالث، سنقوم بحله. أولا قراءة التمرين الأول. ضع كل عبارة في الخانة المناسبة. لدينا السجود، قراءة سورة الفاتحة، الكلام، الركوع، عدم استقبال القبلة، قول سبحان ربي الأعلى، والشرب. الخانة الأولى فيها من أفعال الصلاة، من مبطلات الصلاة، من أقوال الصلاة. من أفعال الصلاة هي الأفعال التي نقوم بها أثناء الصلاة. مبطلات الصلاة هي الأشياء أو الأفعال التي نقوم بها تبطل الصلاة، أي صلاتنا تصير غير مقبولة. أقوال الصلاة هي الأشياء أو الكلمات التي نقولها أثناء الصلاة. نبدأ. السجود. السجود نقوم بفعل السجود، أي نقوم بفعل. أحسنتم، هي من أفعال الصلاة. السجود. قراءة سورة الفاتحة. لما نقرأ سورة الفاتحة نحن نقول أشياء. جيد، إذن تعتبر من أقوال الصلاة. قراءة سورة الفاتحة. نواصل. الكلام، معناه أثناء الصلاة نتكلم. جيد، هي من أحسنتم مبطلات الصلاة، معناه لا يجب الكلام أثناء الصلاة وإلا صلاتنا غير مقبولة أو باطلة. الركوع، أحسنتم، هي من الأفعال، لأننا نقوم بفعل الركوع. نواصل. عدم استقبال القبلة، أي لا نستقبل القبلة، نصلي في أي اتجاه. أحسنتم، من مبطلات الصلاة. عدم استقبال القبلة. قول سبحان ربي الأعلى. جيد، قول معناه من الأقوال، نكتبها مع الأقوال. قول سبحان ربي الأعلى. وأخيرا الشرب، أثناء الصلاة نشرب. جيد، من مبطلات الصلاة. نراجع الإجابة. من أفعال الصلاة لدينا السجود والركوع، كذلك لدينا القيام. من مبطلات الصلاة هي الكلام، عدم استقبال القبلة، والشرب. من أقوال الصلاة قراءة سورة الفاتحة، قول سبحان ربي الأعلى، كل الأقوال التي تذكر. ننتقل إلى التمرين الثاني. ضع صحيح أو خطأ، صحح الخطأ إن وجد، معنى إذا وجدنا خطأ نصححه. خلق الله الملائكة من نار. ثانيا، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها. الإيمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإسلام، من أركان الإيمان عفوا. تصلى صلاة الجمعة في البيت. نجيب إن كان صحيح خطأ مع تصحيح الخطأ إن كانت الإجابة خطأ. خلق الله الملائكة من نور، من نار. أحسنتم، خطأ. لماذا؟ لأن خلق الله الملائكة من نور. خلق الله الملائكة من نور وليس من نار. ننتقل الثانية. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة، عائشة رضي الله عنها. جيد، صحيح. من بين زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها. ثالثا، الإيمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإيمان. الإيمان بالملائكة هو الركن الثاني. نحن نعلم أن الإيمان بالله وملائكته، إذن فعلا الإيمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإيمان. إيمان. إذن إجابة صحيحة. تصلى صلاة الجمعة في البيت. أحسنتم، خطأ. صلاة الجمعة تصلى في المسجد، نصحح. تصلى
صلاة الجمعة في المسجد وليس في البيت. صلى صلاة الجمعة في المسجد وليس في البيت. نراجع. خلق الله الملائكة من نار، خطأ، خلقها من نور. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها، صحيح. الإيمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإيمان، فعلا صحيح. وتصلى صلاة الجمعة في المسجد وليس في البيت، خطأ. ننتقل إلى التمرين الثالث. أضع كل كلمة في الخانة المناسبة. لدينا ما أدراك، المبتوت، المنفوش، الناس، الجبال. قال تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: القارعة. ما القارعة؟ وما القارعة؟ أحسنتم. وما أدراك ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون، أحسنتم، يوم يكون الناس كالفراش، جيد، المبتوت. وتكون، أحسنتم، الجبال كالعهن، جيد، المنفوش. وهكذا انتهينا من الآية القرآنية، من آية قراءة الآية القرآنية أو الآيات. قال تعالى: القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبتوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. ننتقل إلى التمرين الرابع. أكمل الجدول. لدينا الصلاة، عدد ركعاتها، يقرأ فيها سرا أم جهرا. صلاة الصبح، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء. عدد ركعاتها، صلاة الصبح، أحسنتم، ركعتان. كيف تصلى، سرا أم جهرا؟ أحسنتم، تصلى جهرا. واصل. صلاة الظهر كم عدد ركعاتها؟ أحسنتم، 4 ركعات. كيف تقرأ؟ جيد، سرا. نواصل مع صلاة العصر، نفس الشيء، أحسنتم، 4 ركعات. كيف تصلى؟ كذلك، أحسنتم، سرا. صلاة المغرب، جيد، 3 ركعات. كيف تصلى؟ أحسنتم، 2 أو ركعتان. جهرا والآخرة سرا، أو يمكن أن نكتب جهرا. من الأحسن أن نبين الاثنين، ركعتان جهرا والآخرتين، هذه الإجابة الأصح. يمكن أن نكتب جهرا ولكن هذه هي الأصح. صلاة العشاء، أحسنتم، 4 ركعات. فيها كيف تقرأ؟ جيد، ركعتان جهرا و، أحسنتم، وركعتان سرا. مجموع 4 ركعات، من المجموع 3 ركعات. نراجع. صلاة الصبح ركعتان جهرا، صلاة الظهر 4 ركعات سرا، صلاة العصر 4 ركعات سرا، صلاة المغرب 3 ركعات، ركعتان جهرا والآخرة معناها الثالثة سرا، صلاة العشاء 4 ركعات، ركعتان جهرا وركعتان سرا. التمرين الخامس. أكمل الفراغ بما يناسب. المطلوب من آداب صلاة الجمعة. من آداب صلاة الجمعة يوجد عدة آداب يجب على المسلم أن يلتزم بها. أولا، أحسنتم، الاغتسال. اغتسال من آداب الصلاة. نواصل. ولبس الثياب النظيفة.
كاليبسو ثيابي النظيفة، كذلك ماذا يوجد؟ أحسنتم، والتعطر بالطيب، والتعطر بالطيب، كذلك يمكن أن نضيف، أحسنتم، والتبكير في الذهاب إليها، والتبكير، التبكير في الذهاب، واصل، واصل هنا، في الذهاب إليها، كذلك، والانتباه إلى الإمام، أحسنتم، والانتباه، انتباه إلى الإمام، يمكن أن نضيف أثناء الخطبتين، أثناء الخطبتين، هذه من آداب المسلم في صلاة الجمعة، يجب عليه أن يغتسل، يلبس ثيابا نظيفة، يتعطر بالطيب، ويذهب باكرا إلى المسجد، كما يجب عليه أن ينتبه إلى الإمام عندما يكون يخطب. كلها من آداب صلاة الجمعة. من أسماء الملائكة، أحسن، يوجد عدة ملائكة، الأول والمعروف، أحسنتم، هو جبريل عليه السلام، جبريل عليه السلام، نأخذ ملائكة ثاني، أحسنتم، إسرافيل، إسرافيل عليه السلام كذلك، إذن كلها ملائكة. من آداب الصلاة لدينا الاغتسال ولبس الثياب النظيفة والتعطر بالطيب والتبكير في الذهاب إليها، معنى إلى صلاة الجمعة، كذلك والانتباه إلى الإمام أثناء الخطبتين. من أسماء الملائكة طلبوا منا اثنين، جبريل عليه السلام وإسرافيل عليه السلام. وهكذا انتهينا من حل الاختبار. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم الجديد. إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.